بسم الله الرحمن الرحيم، معك الكابتن مروان يوسف مدرب نادي الراعي. خضنا اليوم مباراة ضد نادي عفرين، كانت في صعوبة في بداية المباراة، ولكن توفيق الشباب وهمتنا الحمد لله حققنا فوز نتيجة 5-1، ونأمل إن شاء الله ننهي مرحلة التصفيات في آخر مباراة مع نادي الفرات إن شاء الله بالفوز كمان إن شاء الله. طب خليك معاه.